ناصر هو مغني، ولذلك تجد إحساسه في الأغنية قوي في الجملة التلحينية حقته، لأنه مطرب. لذلك يمكن أنا أخذت أحسن ما عنده الآن، أغنية سمي، أغنية بنت النور، أماكن، وكل واحدة من النغم مختلفة عن الثانية. ناصر لو اهتم بنفسه، انتبه لنفسه، حقيقة سوف يعني يقدم لساحة فنية غنية وألحان على هذا المستوى اللي تفضلت به. مساء الخير. يعطيكم العافية.